السلام عليكم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل درس إن شاء الله. إذن مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من الصفر. في الدور السابقة كنا تطرقنا إلى لي برونون بيرسونيل اللي هما ضمائر المتكلم جو سو إيل نو فو إل. هذه إيل كاين لي كاترمز سانغولي ولي كاترمز بلوريال، كاين لي كاترمز ماسكولين ولي كاترمز فيمينين. كاين هاد إيل وكاين هاد إل. أوكي مزيان. وكاين كذلك هاد لي كاترمز فيمينين بلوريال يعني مؤنث جمع اللي هي إل. أوكي مزيان. الفرق ما بين هادي وهادي، هادي كتقرا بحال إيل، إيل فعلية بحال إيل، هادي كتقرا إل. أوكي مزيان، وحظ موفق للجميع. الان سنتعرف كذلك على يعني في اللغه الفرنسيه، في اللغه العربيه تفاديا للتكرار. يعني عندما يسالني شخص هل مثلا اعطيت الدفتر لسعيد، ساقول نعم اعطيته. اوكي يعني لا اقول لا نعم اعطيته الدفتر، بل اقول فقط لقد اعطيته. دونك الهاء تعود على الدفتر اوكي او الكتاب مثلا. اوكي دونك كذلك في اللغه الفرنسيه لاجيب على سؤال في اللغه الفرنسيه هناك ادوات استعملها لتفادي التكرار في الجمله. اوكي لتفادي التكرار باغ اكزومبل لو لا اي لابوستروف لي. اوكي باغ اكزومبل لوي لور. اوكي باغ اكزومبل لوي ال او ال. اوكي ال اون او بيان ايغريك. اوكي هنا اون او بيان ايغريك كذلك كنستعملوهم. غنشوفوا الاستعمالات ديال كل حاله، يعني متى تستعمل كل اداه، يعني كل اداه متى تستعمل في الجواب على شيء ما. اوكي دونك هاد لي برونون بيرسوني كاملين تنعرفهم، هادو قد سبق لي وشرحت الادوات. اوكي يعني هادو ساستغني عنهم. نذهب الى الادوات الثانيه لو لا اي لابوستروف لي. الان في هذا الدرس ساعلمكم كيفيه استعمال هذه الادوات، وبعدها في الدروس المقبله سنتعرف على كيفيه استعمال ادوات اخرى ومتى نستعملها. الان سنتعرف فقط على هذه الادوات لو لا اي لابوستروف لي. هنا ستلعب الدور، ستعوض اسم. اوكي ستعوض اسم، ولا اقصد بها لي زارتيكل ديفيني. اوكي هما لي زارتيكل ديفيني، لكن في هذا الدرس هي ستعوض اسم، وليس فقط ساستعملها كاداه للتعريف، لا بل ساستعملها كذلك لتعويض اسم، يعني ستعوض الاسم لتفادي التكرار في الجمله. اوكي نشوفوا الدرس باش تفهموا اكثر. الدرس مزيان بالنسبه للتفادي يعني لا ريبيتيسيون في الفراز ديالك، يعني ما يكونش التكرار في الفراز ديالك. اوكي مزيان. قلنا الادوات اللي غنخدموا بهم هما لو لا ال ابوستروف لي. اوكي هادو هما الادوات. اوكي غنشوفوا استعمال كيفيه استعمال كل اداه. نشوفوا هاد لو، هاد لو كتعوض ليا واحد الاسم، يعني تعوض في الجمله عندما اجيب واستعمل اداه لو، فهي تعوض اسم، تبع معايا، تعوض اسم مفرد مذكر دونك ماسكولين سانغولي. اوكي تعوض اسم مفرد مذكر. اوكي ماسكولين سانغولي. هاد لا كتعوض ليا، واش كتعوض؟ كتعوض واحد نو فيمينان سانغولي، واحد الاسم مؤنث مفرد. اوكي هاد اي لابوستروف كتعوض ليا واحد الاسم سواء كان سانغولي يعني مذكر او فيمينا يعني مؤنث. باردون سانغولي. اوكي باردون هاد الاي لابوستروف كتعوض ليا واحد الاسم مذكر يعني ماسكولين او بيان فيمينا، ولكن في حالة سانغولي هاد لي دو في حالة سانغولي يعني مفرد. اوكي ولكن امتى كنستعملها؟ عندما يبتدي الفعل ب اون فوايل.
يعني الفعل يبتدي ب envoyer. اوكي، يعني هذه الحاله كنستعملها امتى؟ ملي كيبدا الفعل بواحد الفوايل. اوكي، هاد او اي غير كذا كتقراوها بحال فوا فوايل. اوكي، يعني امتى كنستعمل هذه الحاله الا بوستروف؟ ملي كيكون عندي الفعل كيبدا ب اون فوايل. مزيان، نشوفوا هاد لي، هاد لي كتعوض ليا واحد الاسم اللي هو فيمينان مؤنث او بيان ماسكولان. اوكي، ولكن في حاله البلوريال، في حاله الجمع. اوكي، مزيان. اذا تعرفنا على جميع الحالات. اوكي، تعرفنا على جميع الحالات. الان سنذهب لنتعرف على كيفيه استعمال هذه الادوات لتفادي التكرار في الجمله. اوكي، مزيان. نعطي باغ اكزومبل، باغ اكزومبل مثلا، نشوفوا هنا الاكزومبل الاول. مثلا جو في، جو في، هيك جو في مون دوفوار، مون بون، جو في مون دوفوار. اوكي، جو في مون دوفوار، فوالا لا فراز. جو في مون دوفوار، انا اقوم بالواجبات ديال الامتحان الذي يكون في المنزل، فرض منزلي باغ اكزومبل. جو في مون دوفوار. اوكي، جو في مون دوفوار. اوكي، عندما ساجيب على هذه الجمله، عندما ساجيب على هذه الجمله وساقول بدون ذكر مون دوفوار، يعني سوف ابحث عن كلمه ستعوض لي مون دوفوار في هذه الجمله. هذه الجمله لا فراز سامبل، امتى كنستعمل هادو لو لا اي لابوستروف لي؟ فراز سامبل. اوكي، فراز سامبل يعني كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني لا فراز عباره عن كومبليمون دوبجي ديريكت. اوكي، اما عندما تكون جمله عباره عن كومبليمون دوبجي انديريكت، ما كنستعملش هذه الادوات، لا استعمل هذه الادوات. اوكي، استعمل هذه الادوات فقط عندما تكون الجمله ترمز الى كومبليمون دوبجي ديريكت. مثلا في هذه الحاله الجمله ترمز لكومبليمون دوبجي ديريكت، لماذا؟ ها هو الفعل، ها هو لو كومبليمون. اوكي، دونك هنا قلنا لا فراز كترمز لكومبليمون دوبجي ديريكت. علاش؟ حيت ما كايناش دي بريبوزيسيون، يعني ما كاينينش دي بريبوزيسيون اونتر لو فيرب، ها هو لو فيرب فير، اي لو كومبليمون. اوكي، يعني ما كاينينش دي بروبوزيسيون، دي بريبوزيسيون. اوكي، وكذلك يعني الا بغيتي تعرف لا فراز واش كومبليمون دوبجي ديريكت، كطرح لا كيسيون بكي، بكي او بيان كوا، كوا الا كاين شي اوبجي، شيء هنا الا كاين دي بيرسون، مثلا دي بيرسوناج كي، او بيان هنا جو في كوا، جو في مون دوفوار. دونك هنا لا فراز وي كومبليمون دوبجي ديريكت، لانها كتعطي لا ريبونس على هاد لا كيسيون. اوكي، وكذلك ما كاينينش دي بريبوزيسيون اونتر لو فيرب اي لو كومبليمون. اوكي، مزيان. دونك هذا هو الشرط، يعني كنستعمل هاد الادوات بشرط لا فراز تكون كترمز لو كومبليمون دوبجي ديريكت. اوكي، دونك كيفاش غيكون لا ريبونس ديال هاد لا فراز؟ جو في مون دوفوار. اوكي، يعني انا اقوم بانجاز مون دوفوار، دوفوار يعني هو فرض منزلي او واجب منزلي. باغ اكزومبل شنو هي لا ريبونس؟ لا ريبونس غتكون على هذا الشكل، جو لو في. مزيان، اوكي، جو لو في، يعني لقد انجزته، يعني درته. اوكي، جو لو في. اوكي، دونك شنو تبدل في هاد لا فراز؟ تمسح، يعني تحذف هاد مون دوفوار. اوكي، يعني مون دوفوار تحذف، يعني لا ريبيتيسيون حيتها. جو في مون دوفوار، جو لو في. شنو تزاد هنايا؟ تزاد هذا لو، هو هذا. علاش استعملت لو؟ حيت مون دوفوار، مون دوفوار مذكر ولا مؤنث؟ دوفوار مذكر. اوكي، يعني ماسكولين. واش بلوريال ولا سانغولي؟ سانغولي، مفرد ماشي جمع. دونك غنستعمل هذا، هاد لو. دونك جو لو في، هايا جو لو في. وهاد لو كتكتب افون لو فيرب، افون لو فيرب. هاد القاعده ما تنساوهاش، كتكتب افون لو فيرب، هادي ما تنساهاش. اوكي، مزيان. باش عرفتي كتكتب افون لو فيرب، راه كتكتب هذا وهذا وهذا وهذا، نفس الحالات اللي هم كاملين،
غير هنا هاد الكلمه مفرد مذكر، داكشي علاش استعملت هذه. كون كانت مفرد مؤنث غنستعمل هذه ونحطها هنا، كون كانت جمع مذكر ولا مؤنث غنحط ليه هنا لا اقل ولا لا اقل ولا اكثر. اوكي جو في مون دوفوار جو لو في، راه درتو ماشي راه درت دوفوار جو لو في، صافي راه عارف هاد لو كتعود على الدوفوار. اوكي صافي مزيان. دونك هادي تفادي لا ريبيتيسيون. ولكن هنا كما الشرط الاول باش تعمل هاد الادوات وتجاوب بهم هاد لو تعوض ليك مون دوفوار، الشرط تكون جمله عباره عن كومبليمون دوبجي ديريكت. وكذلك هاد لو فيرب ما يكونش الفيرب مصرف لامبيغاتيف فعل امر، يعني الاستثناء ان لا يكون هذا الفعل فعل امر. اوكي عندما يكون الفعل فعل امر هناك حالات اخرى سنتطرق اليها حاليا. اوكي مزيان جو في مون دوفوار جو لو في. اوكي مزيان. اوكي القاعده كتكتبوا افون لو فيرب، هادو كتكتبوا افون لو فيرب. اوكي نشوفوا دابا الحاله ملي غيكون هاد لو فيرب، ملي غيكون هاد لو فيرب فعل امر، ملي يكون هاد الفعل فعل امر يعني ماشي مصرف هاد الازمنه الاخرى. اوكي غيكون فعل امر مزيان. نشوفوا القاعده الاخرى اللي هي شنو قلنا، غيكون لو فيرب دونك كون le verbe. OK donc هنا كون le verbe à l'impératif. OK donc هنا le verbe نشوفوا حالات الفعل مصرف في l'impératif في الامر، الفعل فعل امر ماشي الفعل اللي شفنا قبيله بل فعل فعل امر. OK مزيان. شنو غتبدل في هذه الحاله؟ هنايا هاد لو برونون بيرسونيل هاد لو لا اي لابوستروف لي غادي تكتب فين؟ غادي تكتب ابخي لو فيرب. دونك هنا هادي هي الفرق بيناتهم ابخي لو فيرب. اوكي دونك هاد الادوات غادي تكتبو ابخي لو فيرب من بعد الفعل ماشي قبل. الحاله الاولى شفت كتكتب افون لو فيرب بحال جو في مون دوفوار جو لو في، دونك لو تكتبات افون لو فيرب. هنا لا، الا كان فعل فعل امر هنا غتكتب لو ولا لا ولا الا بوستروف ولا لي افون ابخي لو فيرب. اوكي ابخي لو فيرب بعد الفعل. اوكي نشوفو اكزامبل، عقلوا على هذه القاعده اللي قلنا ونشوفو اكزامبل. اوكي غنشوفو اكزامبل باغ اكزامبل نخدمو لي تبلو دو فوا ياك، نخدمو بنفس دو فوا مثلا في لو دوفوار. اوكي في لو دوفوار هنا ماشي جو في لو دوفوار مون دوفوار، لا في لو دوفوار انا كنامرك انك دير لو دوفوار. اوكي مزيان. دونك هنا انا كنامرك، دونك هذا فيرب فيرب الامبيراتيف. اوكي فعل امر، هذا فعل فعل امر ماشي فعل بحال هذاك اللي شفت قبيله جو في مون دوفوار، لا هادي جملة أمرية. أوكي هادي جملة أمرية، راه قرينا لي تبدو في خاز الأنواع ديال الجمل، هادي جملة أمرية. أوكي ماشي بحال ديك الجملة اللي شفتو بها في لو دوفوار، جملة أمرية فعل أمر. هنا شنو غندير؟ هنا ملي بغيت نجاوب دونك هاد لو دوفوار غادي نغومبلاسي. أوكي هاد لو دوفوار حيت لو كومبليمون كيعاود ليا هادو كيعاودو ليا لو كومبليمون. هاد لو دوفوار شنو نشوفوه بعدا؟ هاد لو دوفوار واش مذكر ولا مؤنث؟ مذكر اكيد حيت اصلا كاينين لو بعدا. اوكي هذا مذكر. اوكي مذكر ومفرد ولا جمع؟ غيكون مفرد دوفوار. اوكي مزيان. دونك هنا غيكون مفرد مذكر دونك غنستعمل لو مزيان. دونك هاد لو هي اللي غتغومبلاسي ليا اردون، هاد لو هي اللي غتغومبلاسي ليا هاد لو دوفوار. ولكن فين غنوضع هاد لو؟ فين غنوضعها؟ اين ساضع لو؟ ساضعها ابخي لو فيرب، ياك داكشي اللي كتبنا قبيله ابخي لو فيرب. اوكي نشوفو لو فيرب ها هو. دونك كيفاش غتولي عندي لا فراز؟ كيفاش غتولي عندي لا فراز؟ غتولي عندي في لو فوالا برافو ابخي لا ابخي لو فيرب في لو. لو كتعود على ماذا؟ كتعود على دوفوار. دونك تفاديا للتكرار غنقول في لو. اوكي في لو. اوكي مزيان في لو دوفوار انجز
واجب منزلي ولا فرض منزلي دوفوار فهمه دير الفرض المنزلي. دونك هنا تفادي استيكار اوكي مزيان برافو. دونك هنا قلنا ملي كيكون فعل فعل انا هاد لي برونوم بيرسونيل ياك كيكتبو ابخي لو فيرب إذا كان فعل فعل أمر، إذا ما كانش فعل أمر كتكتبو أفون لو فيرب، أوكي؟ ولكن هاد الحالة تبع معايا، هاد الحالة ديال فعل أمر، أوكي؟ دابا غنشوفو حالة أخرى، هادي يكون فعل أمر، دابا غنشوفو فعل أمر ولكن نيجاتيف، شنو كيعني نيجاتيف؟ يعني أنا كنهيك على شي حاجة، ديك الساعة غتبدل تاني القاعدة، غتبعو معايا هادي القاعدة شفنا القاعدة الأولى، هادي القاعدة الثانية، دابا غنشوفو القاعدة الثالثة، حاول تكتبو معايا في شي ورقة، أوكي؟ مزيان. دابا غنشوفو القاعدة ثلاثة شنو كتقول. هنا كنوريك الطريقة اللي تقدر تجاوب بها سواء في لا كومونيكاسيون ولا هادي بدون تكرار في الجملة، اوكي مزيان، وتشوف الفوائد ديال استعمال هاد الأدوات. اوكي دابا شنو قلنا؟ قلنا غنشوفو لامبيغاتيف، لامبيغاتيف لا ميم شوز، ياك شفنا لامبيغاتيف قبيلة، لامبيغاتيف اوكي مزيان. دونك الأمر ولكن هاد الحالة غيكون نيجاتيف، الأمر النهي، أوكي ماشي بحال هاداك لي شفتو قبيلة، باغدون لا أن، نيجاتيف، شوف أسكي، نيجاتيف، أوكي، أوكي برافو. دونك هنا غنشوف الحالة ديال لامبيغاتيف أمر ولكن نيجاتيف النهي، راه شفناها راه في الدروس الماضية كنت تطرقت إلى لا فورم نيجاتيف ولا فورم أفيرماتيف، لا فورم أفيرماتيف يعني القبول والنيجاتيف اللي هو الرفض، أوكي؟ دونك هنا أنهاك عن شيء ما، أنا أعطيك فعل أمر ولكن عن طريق النهي، غنشوف واحد الإكزومبل، أنهاك عن شيء ما، أوكي؟ باغ إكزومبل نو في با لو دوفوار. يعني ما ديرش الواجب مزيان والفرض مزيان. نو في با لو دوفوار، يعني لا تقوم بانجاز لو دوفوار، نو في با لو دوفوار، اوكي ما ديرش نو في با، اوكي. هنايا نيجاتيف، نيجاتيف ديما كتلقى هاد نو، راه شفتيها معايا في الدروس السابقه، وهاد مثلا هادي تقدر تبدل تقول با ولا بلو ولا غيان ولا شي حاجه اخرى، المهم هاد نو ديما كتلقاها، وكتلقى لو فيرب محصور بين هاد الجوج، هادي هي الجمله اللي كتعبر على لامبيغاتيف نيجاتيف، الفعل فعل امر ولكن ملي كتلقى نيجاتيف عرف بانه كاينين هادو والفعل كيجي محصور بيناتهم، اوكي مزيان. نو في با لو دوفوار، برافو. دونك هادي جمله كتعبر على لامبيغاتيف نيجاتيف. نشوفو دابا شنو كتكون لا ريبونس ديالها. هنا هاد لي زارتيكل غنستعمل لي زارتيكل نيت، حيت هاد الجملة لي كترمز كومبليمون دوبجي ديريكت، اوكي مزيان. غنستعمل هاد الأدوات، ولكن اش غنشوف هاد الحالة ديال لامبيغاتيف نيجاتيف، غنشوفو فين غيتكتبو هادو، واش غيتكتبو تاني أبخي لو فيرب ولا أفون لو فيرب. دونك فهاد الحالة غيتكتبو أفون لو فيرب بحال الحالة الأولى، أفون لو فيرب اوكي بحال الحالة الأولى غيتكتبو أفون لو فيرب. دونك هاد لي زارتيكل هاد لي برونون بيرسونيل غتكتب لو لا اي لابوستروف لي غيتكتبو فين؟ غيتكتبو افون لو فيرب. اوكي برافو. نشوفو لا ريبونس ديال لا فراز كيفاش غيكون، حاولوا تكتبو معايا في شي ورقة، حاولوا كتابة كل هاد المعلومات يعني في ورقة او دفتر، يعني دفتر لي سيسيلو تعلم اللغة الفرنسية. دونك لا ريبونس نشوفو لو دوفوار، لو دوفوار مفرد مذكر دونك لو، اوكي غنشوف الان اين ساضع لو، اوكي اين هاد لو سوف ارى الان اين ساضع لو، يعني ذكرنا انها ستكتب افون لو فيرب، اوكي افون لو فيرب يعني هنا. دونك غتكتب ن ياك ن، وغتكتب هنايا دونك ن لو في با، وغيتحذف الدوفوار، ما تبدلش حتى شي حاجه، لم يتغير اي شيء في الجمله، فقط هاد لو غتجي هنا لو نو لو في با، وهادي غتحذف لتفاديا للتكرار. ما ديروش هذا، ما ديرش لو دوفوار، هذا ما ديروش، شكون هو الدوفوار؟ دونك هاد لو
هي اللي كتعوض ليا لو دوفوار نو لو في با. دونك ملي كتلقى واحد لا فراز مثلا فيها الجمله الاولى كتهضر مثلا على لو دوفوار نو في با لو دوفوار ابري غتجي واحد لا فراز غتقول نو لو في با صافي من يعني تفاديا لتكرار الكلمه يعني ديما لا لونغ فرونسيز يعني لو تيكست ما خصش يكون ما خصش يكون فيه لا ريبيتيسيون دونك باش تفادى لا ريبيتيسيون كتخدم هادو لو لا اي لابوستروف لي ولكن كتخدمهم في حالات تكون لا فراز عباره عن كومبليمون دوبجي ديريكت الا كان كومبليمون دوبجي انديريكت كتستعمل ادوات اخرى غنشوفوها من بعد وان شاء الله هذا الشيء اللي كاين دابا في هذا الدرس نشوفوا دابا شفنا الحاله ديال الامبيراتيف يعني الامر وشفنا الحاله ديال الامر النهي هذا كاين هيك كان امرك ولكن كان امرك على عن طريق النهي يعني كان هيك على شي حاجه اوكي بقات واحد القاعده اخرى شنو هي واحد الجمله اللي هي فيها فيرب كونجودي اوتون كومبوزي يعني فيها واحد لو فيرب مصرف واحد الزمن مركب دونك هذه ثلاثه دابا هذه ثلاثه القاعده ثلاثه دابا غنشوفوا الرابعه وغتكون اخر قاعده يعني بقيت قاعده واحده هي القاعده الرابعه سنتطرق اليها وهذا كل ما لدينا في حاله استعمال لولا الا بوستروف لي اوكي هذه القاعده شنو هي غتكون غتكون لو فيرب كونجوغي لو فيرب كونجوغي فاش ان طون فواحد الزمن كومبوزي بحال مثلا الباسي الباسي كومبوزي يعني فهاد لو ان طون كومبوزي اوكي يعني فواحد الزمن مركب يعني فيه جوج فيه اوكسيليير بلوس لو فيرب اوكي هذا هو لو طون كومبوزي يعني مركب مركب اوكي باغ اكزومبل غنشوف واحد باغ اكزومبل جي فو سي زيماج انا بلوي اوكي جي فو سي زيماج سي زيماج سي زيماج اوكي دونك رأيت هذه الصور رأيت يعني هذه بعدا في الماضي اوكي جي فو هذا باسي كومبوزي جي فو سي زيماج رأيت هذه الصور باسي كومبوزي يعني ماضي جي فو سي زيماج رأيت مثلا صديق يقدم لك صور فتقول له لقد رأيت هذه الصور من قبل فتقول له جي فو سي زيماج يعني فايت ليا شفت هذه الصور جي فو سي زيماج اوكي مزيان دونك هذا زمان مركب كاين واحد لوكسيليير باردون كاين واحد لوكسيليير اوكي وكاين واحد لو فيرب اوكي مزيان دونك هنا زمان مركب الاول كاين اوكسيليير وكاين لو فيرب اوكي دونك هذا كتسمى ان طون كومبوزي ولا فراز ديما كتعبر على كومبليمون دوبجي ديريكت باش نخدم هذا اوكي مزيان دونك هنا شنو غندير غنمشي نشوف هذا الكومبليمون ديالي هو هذا هذا هو لو كومبليمون اللي كيتم ليا المعنى ديال الجمله هو لو كومبليمون يتمم معنى الجمله جي فو كوا جو فو جي فو سي زيما دونك انا طرحت بكيسيون كوا جي فو كوا دونك هاد لا فراج كومبليمون دوبجي ديريكت حيت طرحت لو كيسيون كوا وجاوبتني جي فو سي زيماج اوكي مزيان برافو من بعد ما عرفنا بانها كومبليمون دوبجي ديريكت دابا غنشوفو شنو غنستعمل في هاد الادوات وشفنا هاد لو فيرب ان طون كومبوزي هنا راه كاين واحد فون كومبوزي دونك كاين هاد الحاله كاين هاد الحاله بجوج دابا غنشوف كيفاش غنخدم هاد الادوات غنمشي نشوف سي زيماج هادي بلوغيال هادي الجمع دونك غنخدم لي اوكي هذه الجمع سي زيماج صور دونك لي نشوف دابا فين غنوضع لي اوكي دابا شنو بقى ليا نعرف فين غنوضع لي اوكي دونك هنا لي فين غتكتب غتكتب افون لو فيرب اوكي افون لو فيرب يعني قبل هنايا كامل اوكي مزيان نشوف كيفاش غنديرو ليها وهنا كاين واحد القضيه اخرى هنا ايل ساكورد ولكن انا غنشرح لكم كيفاش هنا بعدا غتجي لي غتكتب افون لو فيرب هنايا افون لو فيرب اوكي قبل الفعل افون لو فيرب دونك هاد الادوات هاد الادوات غتكتبو افون لو فيرب مزيان افون لوكسيليير كاع حيت كاين زمان مركب كاين هذا وكاين هذا قبل المهم كي مورا البرونوم بيرسونيل مورا هاد جو غيتكتب اوكي دونك هنا نورمالمون هنا في هاد الفراز كيتكتب او هنايا كاين او هنايا جو عاد اي اوكي ولكن هنا كيتلقى حرف متحرك مع حرف متحرك دو فوايل كنمسح هذا وكندير ابوستروف اوكي كنمسح هاد او كندير ابوستروف ولكن هنا ملي غنحيدو وغندير هاد لي هنا حرف ساكن اوكي دونك غترجع او حيت كان تحت فتح حيت تلقاو دو فوايل دابا غترجع جو اوكي جو لي قلنا لي غتكتب افون هادشي كامل جو لي زي غترجع هادي بلاصه فو واش غنخليها بحال هيدا
غنخليها بحال هكا؟ لا ما غنخليهاش بحال هكا. هادي اي ساكور مع لو برونون بيغ مع هاد لي برونون بيغسونيل هادو اوكي. دونك اي ساكور هادي شنو فيها؟ فيها بلوريال. دونك حتى هادي غتمج البلوريال اوكي. شتيها مزيان؟ جو لي زي فو. برافو. دونك رايت هادي الصور من قبل؟ رايتها من قبل. جو لي زي فو يعني فايت ليا شفتها، ما بقيتش جلست تصور الصور. جو لي زي فو يعني لقد رايتها من قبل اوكي. جو لي زي فو. دونك هنا هاد الحاله ديال ان طون كومبوزي، اولا كتشوف الفراز ديالك واش كترمز للكومبليمون دوبجي ديريكت. نعم كترمز، لانه جي فو كوا، جو فو سي جيماج اوكي مزيان. دونك هادي فيغيفي كومبليمون دوبجي ديريكت. نشوف واش كاين ان طون كومبوزي، وي كاين واحد الزمن مركب اللي هو الباسي كومبوزي مزيان. دونك غنستعمل هادو، غنستعملهم فين؟ القاعده كتقول غنحطهم افون لو فيرب مزيان. دونك غتحطو هنايا مورا برونون بيرسوني، هنايا فيه جو، هيا جو. هنايا غنجيب هذا ديالي اللي كترمز لهادي، غنحطها هنايا لي زي فو اوكي. وهنايا ما كننساش واحد القاعده بانه ايل ساكور مع لو مع برونون بيرسوني اوكي. ايل ساكور دونك هنا اون دوا فيغ لاكورد دو بارتيسيباسي افيك لو برونون بيرسوني، هذا هو البارتيسيباسي اوكي. ايل ساكورد افيك لو برونون بيرسوني اوكي مزيان. دونك هذا هو الدرس، نتمنى يكون سهل. نعطيكم واحد الاكزومبل قبل ما نسالي الدرس، نعطيكم واحد الاكزومبل ديال هاد ايل ساكور، حيت غنستردو منو البال بزاف ديال هاد ايل ساكور. بحال واحد الاكزومبل مثلا ايل انا نعطيك واحد الاكزومبل اوكي هو هذا ياك. ونعطيك واحد الاكزومبل هنا مذكر ياك، هنا مذكر هنا مؤنث، لا ميم شوز ياك، لا ميم شوز. ولكن هنا ايل ساكور غنرمز مؤنث غنزيد اه اوكي. ايل اي سورتي، هنا ال اي سورتي، هنا راه كتقرب عاد باش تميز ما بين هادي وهادي. هنا كتقرا بحال ليا ايل ايل، كاين ليا ايل، هادي كتقرا ال ما فيهاش هادي ال، هادي كتقرا ال، هادي بحال كتنطق ليا اوكي. دونك هذا هو الفرق ما بين هاد الجوج اوكي. دونك هنا سورتي هنا مذكر، هنا كاين مزر مذكر. دونك هنا كيتسالي بحال هيا، هنا مؤنث ايل ساكورد، هذا هو البارتيسيباسي، هذا زمان مركب شتي يعني زمان مركب اوكي. ها هو فيه لوكسيليغ وفيه لو فيرب اوكي. دونك هنا تاني هاد البارتيسيباسي ايل ساكورد مع لو برونون بيرسونيل ايل ساكورد كاينه او مزيان. ها باش تزيدوا هاد القاعده وصافي. وحظ موفق للجميع، نتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتوا ان شاء الله. مازال غنشرح لكم الحالات اللي قلت لكم كيفاش نستعمل لو، كيفاش نستعمل الوي وداك الشيء كامل ان شاء الله. وحظ موفق للجميع. هذه هما الحالات ديال الاستعمال لو لا اي لابوستروف، هذه هما الحالات اللي كاينين بربعه، حاول تكتبهم في الدفتر ديالك وتعرف على كيفيه استخدام هذا لو لا اي لابوستروف اوكي. وحظ موفق للجميع، ما تنساش لايك الا عجبكم الفيديو، وهذا الدرس راه مهم بزاف سلسله تعلم اللغه الفرنسيه. وحظ موفق للجميع.